أجواء شديدة الحرارة اليوم في عموم مناطق المملكة. رح نعرف تفاصيل أكثر عن الطقس، رح ينضم لنا عبر الهاتف مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي. أسامة صباح الخير. مع تعمق الموجة الحارة اليوم، كيف رح تكون الأجواء بشكل عام وكم رح تسجل درجات الحرارة العظمى في عمان وباقي مناطق المملكة؟ نعم، صباح الخير نجود إليك وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام. اليوم هناك توقعات بتعمق مرتقب ومستمر للكتلة الهوائية الحارة المسببة لموجة الحر، بحيث تزداد وطأة الحر اليوم وخلال الأيام القادمة في كافة مناطق المملكة. اليوم هناك ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة مع يوم الأمس، مع العلم أن يوم الأمس الحرارة وصلت في العاصمة عمان أو في شرق العاصمة عمان إلى 39 درجة مئوية. اليوم هناك ارتفاع على درجات الحرارة، تكون الأجواء أعلى من معدلاتها نسبة لهذا الوقت من الحار من العام من 7 إلى 9 درجات مئوية. نهارا طقس حار جاف في كافة مناطق المملكة، يتحول إلى شديد الحرارة مع ساعات الظهيرة والعصر، حيث تلامس الحرارة اليوم 40 درجة مئوية في بعض المدن بما في ذلك أحياء من العاصمة عمان. وأيضا يكون طقس شديد الحرارة في معظم أوقات النهار في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح اليوم تكون جنوبية شرقية، تنشط على فترات في جنوب المملكة وتكون مثيرة للغبار والأتربة. درجات الحرارة اليوم ستصل بأغلب مناطق المملكة إلى 40 درجة مئوية، في حين تصل إلى منتصف الأربعينيات في مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية. الليلة القادمة يعني مساء الأحد سيكون الطقس أكثر حرارة مما هو معتاد عليه بالنسبة لساعات المساء والليل، يميل للاعتدال في ساعات متأخرة من الليل في المرتفعات الجبلية العالية. متى ذروة ارتفاع درجات الحرارة وكيف رح تكون الأجواء بشكل عام خلال الأيام القادمة؟ يعني إجمالاً الفترة ما بين يوم الأحد ويوم الخميس سوف تكون متقاربة على صعيد درجات الحرارة، فبالتالي لا يوجد يوم معين هو الذروة. معظم هذه الأيام من الأحد وحتى الخميس درجات الحرارة بها مرتفعة، يعني قد يكون بحسب تقديراتنا الحالية يوم الثلاثاء أو الأربعاء هو الأعلى حرارة، لكن حتى الآن إجمالا يعني تم تصنيف أنه من الأحد وحتى الأربعاء هي ذروة هذه، أو أظن الخميس هي ذروة هذه الأجواء الحارة، لكن كما أشرت قد يكون يوم الأربعاء هو الأعلى حرارة. بالتالي من اليوم الأحد وحتى الخميس درجات حرارة بشكل يومي تصل أو تلامس الأربعين مئوي، وحقيقة في بعض الأيام قد تتجاوز الأربعين بشكل قليل، خاصة يعني بشكل مؤقت يوم الثلاثاء والأربعاء بحسب التقديرات الحالية. أسامة، متى بتنتهي الموجة الحارة بتأثيرها على المملكة؟ يعني من ناحية الموجة الحارة حقيقة كما ذكرنا في نشرات سابقة هي طويلة التأثير على المملكة، تبدأ أو بدأت يوم السبت يوم الأمس وتستمر على أقل تقدير من 7 إلى 10 أيام. طبعا هذه التقديرات الحالية، بالتالي طوال الأسبوع الحالي وحتى منتصف الأسبوع القادم تكون المملكة تحت تأثيرات هذه الكتلة الهوائية والموج الحارة، مع الإشارة لأن يعني الذروة كما ذكرنا هي من اليوم وحتى يوم الخميس، بعد ذلك تتراجع قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة ومزعجة على الأقل حتى منتصف الأسبوع القادم والأيام الأولى من شهر القادم. ما أهم التنبيهات والتوصيات خلال اليوم والأيام القادمة؟ يعني في البداية يجب الانتباه من مخاطر حصول ضربات الشمس، وذلك بالتقليل أو تفادي التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، ساعات الظهر والعصر. ننصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة، الانتباه بضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى ولو لفترات قصيرة. أيضا الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق الصحراوية الجنوبية تحديدا نتيجة الغبار، وأيضا الانتباه من اشتداد الرياح الشمالية في مدينة العقبة مع ساعات مساء اليوم الأحد تحديدا. بالتالي يعني دائما كما نتحدث الموجات الحارة مثل المنخفضات الجوية تستحق حقيقة الاستعداد والانتباه نظرا لارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية ولعدة أيام متتالية. أسامة طريفي مدير العمليات في طقس العرب، شكرا جزيلا لك، نتمنى السلامة للجميع.